وللحديث عن واقع العراق السياسي والحقوقي بعد 19 عاماً على تأسيس الاحتلال النظام السياسي فيه، معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. إلى أي مدى كان النظام السياسي القائم بوابة ومساعدة لارتكاب انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان في العراق؟ أخي الكريم، لا يخفى على أحد أنه نظام المحاصصة تم فرضه من قبل الاحتلال لعلمه المسبق بأنه سيرتكب كم هائل من الانتهاكات والجرائم والفظائع بحق المدنيين في العراق، بحق أهل البلد، بحق المواطنين. فهذا لا يمكن أن يمر إلا بفرض هذا النظام، نظام المحاصصة العرقية والطائفية، أولا لخلق حالة التفرقة بين المجتمع، بين مكونات المجتمع، وإذكاء الفتنة الطائفية. اثنين، حتى يستفرد حقيقة في مصير البلد ومقدرات البلد وثروات البلد. فهذا كله كان يستدعي تعطيل المواطنة وتعطيل المشاريع الوطنية والإتيان بهذا النظام غير الوطني، هذا النظام المسخ، هذا النظام الذي حقيقة يعني لا أبالغ إذا أقول كانت هيئة علماء المسلمين سباقة في رفضه و يعني قول لا لهذه الأنظمة. طيب، أمام هذه الجرائم المرتكبة، لماذا لم يستطع القضاء القيام بدوره رغم كل الادعاءات عن استقلاليته وعدم تبعيته السياسية؟ مرة أخرى أخي، هذا بسبب المحاصصة. لماذا؟ لأنه المحاصصة تعلم جنابك ويعلم المشاهدون أنها يتم اختيار الأشخاص لا بالنسبة للكفاءة ولا بالنسبة للمواطنة، إنما بالنسبة لعلاقته بهذا الحزب المشارك بالعملية السياسية أو ذلك الحزب. فهنا أصبحنا أمام حالة من افتقار الكفاءات وافتقار المبدأ الوطني في جميع المجالات، ولا سيما في قطاع القضاء الذي هو قطاع حيوي، قطاع مهم جدا، حتى تمرر هذه الجرائم، حتى تمرر هذه المخططات، كان لابد من إبعاد القضاة النزيهين، الخبراء، المتمرسين بمهنة القضاء، وجلب يعني قضاة. أتذكر في بداية الاحتلال يعني قاضي عمره أقل 22 أو 23 سنة. فهذا يعني كل ما سيفعله هذا القاضي هو تنفيذ رغبات من جاء به إلى تنفيذ رغبات وإملاءات من جاء به إلى المهنة، إلى هذا المنصب، وسلمه قدرات الناس. طيب، بالحديث عن المحاصصة السياسية، كيف ساهمت تركيبة النظام السياسي بترسيخ المحاصصة والطائفية في العراق، وما هي مسؤوليتها عن تمزيق النسيج الاجتماعي في العراق؟ الحقيقة هو أولا يعني نظام المحاصصة على الكثير من المآخذ التي عليه، وعلى وعلى ذلك هو أسس في العراق بشكل مجحف، لأنه تم تأسيسه باعتماد تعداد افتراضي ومن قبل أشخاص يعني هم مشاركون بالعملية السياسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال. يعني اليوم نحن في يعني عقدين من الزمن مرة كأنما، لكن إلى اليوم لا تستطيع أي حكومة من حكومات الاحتلال أن تقوم بتعداد سكاني حقيقي لمعرفة. مع ذلك هو على إجحافه، فهو
يعني استقوت الأحزاب المشاركة بالسلطة والمشاركة بالعملية السياسية، استقوت على الشعب وبدأت بارتكاب الجرائم وسرقة الأموال العامة وإحداث الفوضى وتدمير المدن وتهجير الناس وزجهم في السجون، وكل هذا لماذا؟ وطبعا حالة الفقر المدقع اليوم في العراق، أكثر من 35% من العراقيين يعانون من الجوع الشديد. بالتحديد لك دكتور، تتصور أخي هذا. نعم، بالتحديد عن هذا الموضوع، ما مدى مسؤولية النظام والأحزاب السياسية الحاكمة عن كما تفضلت اتساع دائرة الفقر والتهميش لطبقات كبيرة في العراق؟ وأين ذهبت البلاد أو أموال البلاد؟ أليس من الضروري استغلالها في عملية التنمية؟ أين ذهبت أموال العراقيين؟ هذه طبعا الكلام لو كانت الحكومات وطنية فهذه الأولويات لديها، لكن في العراق بعد 2003 لا توجد حكومات وطنية، وبالتالي لا توجد أولويات وطنية لهذه الحكومة. إضافة يزاد على ذلك أنه الأمر جنابك يعني مسألة هؤلاء يعلمون أنهم يعني بديمقراطية زائفة أتوا إلى السلطة، فماذا يفعلون؟ أولا يقومون وينتهجون سياسة الإفقار وسياسة التجويع وسياسة التجهيل، هذا كله لماذا؟ لإشغال الشعب عن قضيته الأساسية، هذا كله ضمن مخطط كبير طبعا يجري تنفيذه في العراق منذ 2003، ومع الأسف الشديد الشعب هو الذي يدفع الثمن، وهم أما أموال العراق وهذه الأموال الضخمة والأرقام الخيالية التي تم استحصالها خلال يعني خلال العقدين الماضيين، فهي كلها طبعا تعلم جنابك أنه جميع المشاركين السلطة اليوم هم ولاؤهم لإيران. نعم. يعني من جميع المشاركين لا أستثني أحدا، فالكل يعمل خدمة لإيران. إيران في حالة عقوبات اقتصادية وتحتاج إلى من يعوض هذا الموضوع، ونحن ابتلينا حقيقة في العراق بهذا الأمر، وكل ثروات العراق كل هذه الأموال إضافة إلى إثراء الأحزاب الشخصيات التي شاركت بهذه العملية من السرقات والفائض طبعا تتمتع به إيران، ويعني من جملة على ذلك من الأدلة هو مسألة هدر الغاز العراقي وشراؤه من إيران بمبالغ أعلى من السوق العالمي ومن بالمجالس المغلقة للحقيقة من ينقلون لنا، يعني يقولون أن هذه إيران مقاومة وإيران تستحق التضحية وإيران، وكأنما هو أنها متورطة يعني رواتبهم من العراق وولاؤهم لإيران. نعم، نشكركم. نعتذر دكتور عن ضيق الوقت، شكرا لكم الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا للمشاركة معنا.